مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار الثقافية من تلفزيون سلطنة عمان، والبداية مع أبرز العناوين. في مباركة سامية تدشين مسار الناشئة في البرنامج الوطني. افتتاح جامع الريان في العاصمة الرواندية كيغالي. اختتام فعاليات النسخة 12 من المخيم الفلكي العائلي. أهلا بكم. بمباركة سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، دشن ديوان البلاط السلطاني مسار الناشئة في البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب. ويضم مسار الناشئة في نسخته الأولى 150 طالبا وطالبة من طلبة الصفين العاشر والحادي عشر، حيث يهيئ البرنامج الطلبة للمهارات والقيم التي تحملها الثورة الصناعية الرابعة. أبنائي، إن المرحلة العمرية التي أنتم فيها الآن هي أهم مراحل حياتكم، ففيها ستشكلون الطريق الذي ستسيرون فيه. لا تجعلوا أحلامكم المستقبل أحلام بسيطة. بهذه العبارة خطب الطلبة وهم يسجلون حضورهم في مسار الناشئة في نسخته الأولى، البرنامج الذي يحمل أهدافا عدة. البرنامج هذا يهدف لهذه الفئة الناشئة بين 15 و17 سنة، تعريفهم على الفرص والتحديات التي تتشكل بوجود التقنيات الحديثة وبما يسمى الثورة الصناعية الرابعة. وهذه الفئة العمرية بالذات اخترناها لأن هذه الفئة العمرية في هذه المرحلة هم تتشكل عندهم الصورة إيش يبغوا يدرسوا في المستقبل. البرنامج تضمن عمليات فرز مرت بثلاث مراحل، شهدت تنفيذ اختبارات إلكترونية وإجراء مقابلات خاصة بالطلبة المتنافسين حتى اكتمال عددهم إلى 150 مشاركا ومشاركة. عملية التقييم كانت صعبة رغم الجهود التي بذلناها، ولكن تبقى لحظات التوتر والخوف عند إعلان الأسماء، ولكن في الحقيقة عندما رأيت اسمي من ضمن الأسماء التي تأهلت لحضور هذا البرنامج الشيق بصراحة كانت فرصة جميلة جدا. شعرت بالفخر الكبير، فأنا لم أتوقع أن يكون من 150 طالب وطالبة في عمان، فكان شعورا جيدا وجميلا جدا، وهذا يبين مدى إصراري وعزمي في أن أكون من الأفضل. نتساءل عن وجهتنا القادمة نحو مستقبل مختلف. ما هي الثورة الصناعية الرابعة؟ سؤال ستجيب عليه محتويات مسار الناشئة، والذي يستمر لأسبوعين متضمنا التدريب على علوم البرمجيات والروبوت والتفكير الحسابي والإعلام الرقمي والمواطنة الرقمية واستخدام التقنيات المتقدمة في مختلف جوانب الحياة. أتوقع من هذا البرنامج أني بكتسب المهارات اللي بتساعدني على أداء الأفضل في المستقبل، اللي بتساعدني على اختيار وظيفتي، ويعني بتساعدني على تحقيق أمور لما تصورها. متأملة من البرنامج أنه يعرفني أكثر عن الثورة، عن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة اللي أكيد وبلا شك أنه هي بتساعدنا في المستقبل وفي الوظائف في الجامعات، حتى أنه بتساعدنا بتحدد لنا مسارنا اللي هو المهن المستقبلي. ويعد البرنامج فرصة لإطلاق الناشئة لشغفهم وتطلعهم للمعارف الجديدة ومرحبين بالمستقبل. يؤمن القائمون على البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب بأهمية صقل قدرات ومهارات الناشئة والشباب وتهيئتهم لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وما مسار الناشئة إلا نقطة البداية. من الجامعة الألمانية يعقوب بن يوسف البلوشي. تجسيدا لعمق الروابط التاريخية بين السلطنة ورواندا، افتتح في العاصمة كيغالي جامع الريان. الجامع يسعى إلى ترسيخ القيم الإسلامية النبيلة الحاثة على نشر التسامح والأخلاق الفاضلة. لبث الدعوة الخالصة للإسلام والتسامح والأخلاق الفاضلة، افتتح في العاصمة الرواندية كيغالي جامع الريان تنفيذا لوصية الشيخ خلفان العيساري رحمه الله، حيث جسد هذا الجامع معاني المحبة والسلام وعمق الروابط التاريخية بين الشعبين العماني والرواندي،
وهذا ما عكسته صورة الحضور الكبير من مختلف أطياف المجتمع الرواندي والجالية العمانية. وفي كلمته أمام الحفل أكد الشيخ سالم هيتيمانا مفتي رواندا على العلاقة التاريخية بين الشعبين الصديقين وعلى المشاعر الصادقة والتقدير، مما كان ثماره ترسيخ القيم الإسلامية النبيلة والتعاون في مختلف المجالات. كما ألقى فضيلة الشيخ كهلان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة كلمة أمام الحفل بين فيها مبادئ الإسلام السامية الحاثة على بذل الخير ومحاربة الفقر. أود في هذه السانحة المباركة أن أؤكد رابطة تاريخية عريقة وتعاون مثمر وملموس بين الشعب العماني والشعب الرواندي قديما وحديثا. الشعب الرواندي نعتبر أنفسنا مدينين بالفضل للشعب العماني طوال حياتنا، ذلك لأن لعبوا دورا محوريا وطلعوا بدور ريادي في سبيل نشر دين الإسلام في هذه الدولة. يشتمل جامع الريان على مرافق متعددة كقاعة الصلاة الرئيسية والتي تتسع ل1200 مصلين، ومصلى للنساء يستوعب 300 مصلية، فيما جهز الجامع بمكاتب إدارية وخدمية ومكتبة. وتشتهر رواندا بأنها منبع نهر النيل، وتتميز بمناخها الاستوائي والتلال البديعة والطبيعة الخلابة، فيما تعد السياحة أحد أكبر القطاعات في اقتصاد البلد. فعاليات وأنشطة فلكية متنوعة تفاعل معها المشاركون في النسخة 12 من المخيم الفلكي العائلي في جبل شمس بولاية الحمرة بمحافظة الداخلية. المخيم الذي نظمته الجمعية الفلكية العمانية استمر على مدى يومين وسعى إلى تكريس ثقافة علوم الفلك ونشره بين أفراد المجتمع العماني. الأسر التي صعدت إلى جبل شمس من مختلف محافظات السلطنة عاشت تجربة ممتعة ومفيدة مع فعاليات المخيم الفلكي العائلي في نسخته 12 والذي نظمته الجمعية الفلكية العمانية على مدى يومين. طبعا تعرفت على تفاصيل ومعلومات أكثر عن ما كنت أعرف عن الفلك وعلم الفلك والأجرام، وأيضا في فرصة أن نشوف من خلال المناظير بالصورة نشوف الكواكب والأجرام السماوية. المخيم في برنامجه حمل بعدا ثقافيا وعلميا وترفيهيا وسعى إلى التعريف بعلم الفلك واهتمام العمانيين بهذا العلم، فوجد الأطفال المشاركون فيه إلى جانب آبائهم تجربة جديدة. المخيم يعني جدا رائع واستفدنا منه أشياء كثيرة. أولا قدرنا نعرف من خلاله على أنواع التلسكوبات، وكذلك قدرنا نتعرف على كيفية رصد الكواكب والنجوم والمجرات. كوبا أراها في بعض الكتب الثقافية، في تحقق الحلم فرأيتها بالحقيقة، وأعجبني أكثر شيء أعجبني التلسكوبات الضوئية العاكسة للفضاء. ومع ما حظي به المشاركون من فرصة رصد المجرات وحركة الكواكب والنجوم ولحظات غروب الشمس وقراءة صفحة السماء من أعلى قمة جبل في السلطنة، فإن المخيم شكل محطة سياحية للمشاركين بعد صعودهم جبل شمس الذي يبلغ ارتفاعه نحو 3000 متر فوق مستوى سطح البحر. مثل هذه المخيمات الفلكية لها أثر في استقطاب السواح هنا في المنطقة في جبل شمس، لكونها إنها نادرا أن تكون مثل هذه المنتجعات. نشكر الجمعية الفلكية العمانية التي بدت بالفكرة قبل أعوام في اختيار جبل شمس لإقامة المخيمات الفلكية. المخيم الفلكي العائلي الذي تنظمه الجمعية الفلكية العمانية في قمة جبل شمس بشكل سنوي يعطي المجتمع العماني صورة أكثر قربا عن مدى اهتمام الإنسان العماني بعلم الفلك وتسخيره لهذا العلم في شتى شؤون الحياة. سعيد بن ذيب الهنائي من قمة جبل شمس بولاية الحمراء محافظة الداخلية. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. شركة سياحية عالمية تختار السلطنة الوجهة السياحية الأولى خلال رحلاتها القادمة.
عبق فاح بين جنباتها، فنفثت سلاما برائحة لبانها. حلقت عاليا نحو السماء، فنقشت بأبجدياتها تاريخا جميلا. وبكرمها أمست مضربا للأمثال. مهرجان صلالة السياحي 2018 من 10 من يوليو إلى 25 من أغسطس. أهلا بكم من جديد. اختارت شركة تي سي أس للسياحة العالمية السلطنة كأول وجهة لها خلال رحلاتها القادمة. وقالت الشركة المنظمة للجولات السياحية حول العالم ومقرها مدينة سياتل الأمريكية إن اختيار السلطنة يعود إلى الموقع الجاذب والمقومات والمناظر الغنية والمتنوعة التي تفاجئ الزائرين والسياح. وتحدثت الشركة عن العديد من المواقع السياحية في مختلف محافظات السلطنة كسوق مطرح والجبل الأخضر وجامع سلطان قابوس الأكبر والأودية والأفلاج وأشجار اللبان والنخيل والنرجيل والمواقع المسجلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. لعبت الفيلة دورا كبيرا ومهما في تاريخ الهند وثقافتها، حيث تعنى هذه الفيلة باهتمام كبير للحفاظ عليها. منتزه كانها الوطني الهندي يعمل على مساعدة هذه الحيوانات من خلال معسكرات لتجديد النشاط. معسكر لتجديد النشاط ولكن للأفيال، يسعى من خلاله متنزه كانها الوطني في الهند لمساعدة تلك الحيوانات خلال 7 أيام على الحفاظ على لياقتها والبعد عن التوتر. المعسكر يشمل جلسات تدليك يومية لهذه الأفيال ووجبات صحية وفحوصات طبية، كما يجري أخذ عينات من الدم لها إلى جانب إعطائها جرعات تطعيم مناعية بحسب القائمين على المتنزه. وأقيم هذا المنتجع العلاجي الذي بدأ في 31 من يوليو تموز ليمنح هذه الأفيال قسطا من الراحة من الأعمال اليومية التي يقومون بها، بما في ذلك أعمال الدوريات وغيرها من الأنشطة. سانجاي شوكلا من متنزه كانها قال إن جميع أفيال المتنزه كلها يجري جمعها في هذه المناسبة في مكان واحد، وخلال هذه الفترة لا تكلف بأي دوريات أو أعمال، وتحصل خلالها على وجبات غذائية خاصة وتتلقى عناية متميزة. متنزه كانها الوطني الذي يعرف أيضا باسم محمية كانها للنمور يعتبر أكبر متنزه في ولاية ماديا براديش بوسط الهند، ويضم مجموعة من الحيوانات بما فيها الفيلة الآسيوية والنمور البنغالية الملكية ودبابة العسل وغزلان الرنة المعروفة في الهند. وقبل ختام النشرة الثقافية، هذا تذكير بأبرز عناوينها. بمباركة سامية تدشين مسار الناشئة في البرنامج الوطني. افتتاح جامع الريان في العاصمة الرواندية كيغالي. واختتام فعاليات النسخة 12 من المخيم الفلكي العائلي. وصلنا إلى ختام نشرتنا الثقافية. تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.